ايش الابداع من وجهة نظرك؟ الابداع من وجهة نظرك؟ الابداع من وجهة نظري انك تجيب شيء يعني مخالف للعادة وتسويه ويكون شيء مميز وتستمر فيه. بالتوفيق. طبعا رؤية تيلكس اريبيا في جدة امر جدا عظيم، يعني نشوف مثل هذه الاشياء اللي تنشر افكار تحقق انتشار معنا هنا محليا، هذا بحد ذاته انجاز عظيم وشيء يبقى فيه. السؤال الثاني اللي هو ما هو الابداع؟ انا اعتبر انه اقامه فعاليه مثل هذه هو جزء من الابداع. الابداع شيء كبير ما نقدر نشرحه، لكن وجود مبدعين ينشرون افكارهم اللي تستحق الانتشار هذا بحد ذاته جزء من الابداع. خلاص؟ ما بين شيء تضيفه؟ طيب شكرا. جدا ارحب بفكره تيدكس اريبيا، فعلا تيدكس اريبيا قفزه الى القمه بالفعاليات الشبابيه، وعاده كانت دائما الفعاليات هذه تخطو خطوات، لكن كما قلت ارى ان تيدكس كان قفزه كبيره. اما عن الابداع فانا الخص الابداع في ثلاثه او في اربع ابيات بسيطه، وهي ان تبدع اي ان تنير الفضاء وتسرق حلما من المستحيل وتسلك دربا لا يرتضى من القوم حتى تكون الدليل وتسكن بين النجوم المضى فريدا ولست كأي مثيل وتنسى ركودا بما مضى ليذكر اسمك جيل. شكرا لك. شكرا. المشكلة حاول تحلها من جذورها، فكر برا الصندوق في حل المشكلة ودخل هذه الفكرة اللي جوه الصندوق لجوه الصندوق، عشان الفكرة اللي جوه الصندوق تقدر تعملها لمنتج واقعي تقدر تخدم به الناس. الشيء الثاني أحب إنه كل شخص فينا بيحلم، لأنه في الأخير الحلم هو فلوس. أحلم، خلي حلمك عالي دائما، لا تجلس تقول لا ولا وما أعرف شيء، لأنه لازم تؤمن إنه if you can dream it you can achieve it، وهذا لازم تخليه ما راسك فيه. الشيء الثاني، في فئة معينة من الناس ولا زي فايروس منتشر جدا في المجتمع اسمه المحبطين. هذه الناس ما لها هدف في الحياة إلا تجيك تقول لك ما تقدر، هذه غسالة، طب هذه أقول لك هذه غسالة، حيحاول يحبطك. حاول تحط في يدك قطر ولا شيء وتمشي وتسيب كل كلام الناس وتوصل هدفك. الشيء الثاني أنا بقوله إنه من حلمك لتحقيقه الطريق لا تحسبه سهل. طريق مستقيم، لأنه لو قلنا طريق مستقيم كان كل شخص جلس في البيت يحلم ووصل لحلمه. الطريق ده وعد صعب، أحيانا هتمشي هتطيح هتحس نفسك واقف، هتجيك وقت هتلاقي إنه كل شيء مسدود في وجهك. استعن بالله، الإصرار، المثابرة، الصبر هيقدر يوصلك من شخص كان عندك حلم إلى شخص حققت الحلم ده. وش نقطة ثانية أحب أقول لكم إنه حاول تساعد الأشخاص اللي حوالينا في تحقيق أحلامهم، على قد ما ما بتحقق أحلام الأشخاص اللي معاك هتقدر تحقق حلمك. وأتمنى وأحب من كل شخص حاليا يشوف إنه يبدأ من الآن يشوف حاوله يدور على مشكلات، يدور على شيء أو يدور يفكر في حل إبداعي ده المشكلة، لأنه نبغى نثبت بإذن الله إنه ده جيل من الشباب قادر على الإبداع، قادر على الابتكار، قادر إنه يرجع مجد آبائنا وأجدادنا المبدعين. أتمنى كل شخص فيكم يقوم يحقق حلمه، ولأنه أنا الحمد لله قدرت ولأنه قدرت أكيد تقدر. وشكرا لكم. رجاءً.
having me. It's really humbling to be here. Yeah, my name is Josh Jim, and I'm here from San Francisco, California. So I'm here representing Root Labs, which is a nonprofit that I started in 2006 while I was still working in school. Actually, I'm very happy to be at this conference, TEDx, TED Worldwide. It's a phenomenal place for people to be able to share ideas, share sort of what's on their mind, share innovations, etc. So I think this is really a wonderful format. It's very much supportive. So everybody who's here is here with a good spirit, and everybody who's talking is talking with a good spirit. And I think this is really what makes this place a special place. So I look forward to future TED events where a lot of other people will participate and hopefully speak. And I have to say that, mashallah, Bandar Al-Mukta has done an exceptional job organizing this. What innovation means to me, I'll take it from a personal level. I believe innovation is always, you know, starts from the inside. And I do believe, obviously, that you can produce a lot of products, it's relevant for consumers, etc. But the most important thing for innovation for me is really the innovation of oneself. I think it's very important for us to always be able to understand that change is something that's going to happen, irrelevant of what we think. And so therefore, if we're able to re-innovate ourselves constantly, we'll be able to adapt to that change and be able to sort of stay true to who we are as we go through the various stages of our lives in the future. So for me, innovation is very much personal, and I believe it starts from the inside out. And thank you very much. I do إبداع أكثر ما فكرت بشيء إبداع، بس في نظر الإبداع إنه أنا أجيب فكرة جديدة، أنظر لشيء وكيف أقدر أحطه في مفهوم جديد، بحيث لما أحد ثاني يقدر يشوفه إنه أتعامل في شيء مختلف. الإبداع مجاله كبير جدا، يعني في مجال الدعاية في إبداع، في كتابة القصص في إبداع، في حتى في الرياضة يعني في إبداع. It's how you see things and how you bring it to people in a new point of view. آخر كلام؟ آخر كلام؟ آخر كلام. ماشي، شكرا. في التنظيم والمؤتمر؟ تنظيم ممتاز، أنا جزء من المنظمين طبعاً. أكيد. إيش رأيك في الإبداع؟ الإبداع إنك زي البراد طيب. شفت السوء؟ قال الوقت لا يمكن إدارته. قال كلام ما نعرفه. قال شيء جديد. الإبداع هو إنك ما تطفشني بكلام من أول ساعة. خلاص؟ هذا هو. إيش بقى إيش غيره؟ بس كده؟ خلاص هي بس كده. ايش عندك شيدان؟ ما عندك؟ طيب يلا سلام. انا اسالكم؟ اسأل سؤال. انت بدأت تصور؟ ايه بدأت. شوفي من اليوم ورايا يا ماما ما هو الابداع يا سليم؟ سمية لا يموت حصلا اللي صار اليوم او اللي صار الاسبوع الماضي كله. Yeah. الاسبوع الماضي كان ديزاستر. تاخر قبل ديزاستر. ناس ثانيين انا بعرفهم مين. انت شو رايك؟ انا رايي ان الابداع كويس، الابداع يستحق ان نترك. الله الله الله، هو ده الابداع. لا بس ما بحبش كويس كده. هو ده الابداع. شكرا. خلاص شكرا. سلام بس. ايوه ايوه لا كلام شيء كلام ثاني. الله اكبر يا سلام. الحب ابداع الحب. سليم الحمصي اقل ما يقال عنه انه مبدع. اذا بحثت عن الابداع تراه يتجلى في هذا الشخص. الله كانه يتقمصه وتقمصه، كانه يلبسه لبسه، كانه توب ولا يحيك معالمه. انت فكر اسمك سليم، انت اسمك ابداع. خلاص انتهينا. شكرا. مع السلامه. شكرا جزيلا. أرتشي بدأت أكل دي خربانة دي تسعة ربع ممكن أنا ساعدي خربانة بس تسعة ونص يا بدلي بس ممكن أتوع الخربانة. أنت بتصور بس مية صور اللي تبي القاوي I'm being calm. You already filmed, by the way. إيش تبغون أتكلم؟ أقول عن رأي عن تنت؟ خلينا نتكلم يا شيخ. جايين نضحك.
اختصر خليك معي. انا عشان اختصر موضوع ايفنت تد، تد نجح نجاح يعني يكاد ان لا يكون سعودي، يعني اتوقع ما في صيغه فتح افضل من كده. What actually means to say here is that TED is an innovative forum that's perfect for South Africa. Can you add a song? Your voice. My voice. Both of you. Both of you. Reshoot? Again? Voice? No, I'm not talking. I'm going to put it in the middle. طيب. بالنسبة لي تكس تكس بالنسبة لي بالنسبة لي تك بالنسبة لي تد إيش اسمه تد إكس تد خلاص بالنسبة لي تد أعتبره نجح نجاح باهر لدرجة يكاد إنه يكون غير سعودي، يعني أفضل من دال مدح ما أتوقع حصل. He thinks TED is exactly the type of thing that can only work in Saudi Arabia, nowhere else in the world, because we're that advanced. Wow. بالتناسب مع مؤتمر تيد فوز قطر ل 2022 باستضافة كأس العالم، أنا أمني إنه نقدم لبطولة كأس العالم لعام 2355، يعني إن شاء الله يا رب السعودية تستضيفها. جد؟ شكرا. بسم الله. طبعا واجهتنا لازم يعني أي تنظيم يكون فيه صعوبات ويكون فيه عقبات، بس الحمد لله اللي ساعدنا إنه الحماس حق الشباب والطموح اللي فيهم والهدف الموحد اللي عندنا إن إحنا ننجح المؤتمر ده لأول مرة في جدة، ساعدنا كثير إن إحنا نتجاوز الصعوبات. الإبداع من وجهة نظرك والتعريف بالنسبة لك؟ الإبداع هو التنظيم الدراسي صراحة، لأن بليبة ونات هذا كله إحنا نظمناه في يوم واحد، والحمد لله البركة في الشباب، أحب أشكرهم صراحة. خلاص آخر كلام؟ آخر كلام. شكرا. صدقني مرة تعبان. طيب صورة. إيش رأيك في المؤتمر؟ حقيقة عجبني المؤتمر كثير، الإبداع من وجهة نظرك؟ Saudi Arabia, one of the first world countries, and it's just like ripe for innovation because there's resources, there's intelligent people, and it's only a matter of time if they set their mind to it for really amazing things to happen. So specifically to innovation, this conference has been great. Like the videos, the various
folks that we've had to, we got to hear from, the people, the guy who designed the, who invented the device that helps handicapped people move around, it was just so inspiring to see what he did, how far he got, and that the country was caring. Like, I think the audience probably cheered louder for him than anyone else there, and it was just really awesome to see. So, really excited to be a part of this, and thank you for having me. Thank you. Cool. أشكرك المنظمين على تدريس تم أحداث معاه بندر كان زي أمه عروسة وخمس أيام صراحة تعب سوى الله شوية عارفين نتكلم عن فكرة قبل سنة صراحة كنت بضحك عليه لكن نجاحه وظهوره أثبت نجاحه وطبقة الناس اللي حضرت في المؤتمر إن شاء الله استفادة تكون منه عالية. الإبداع برأيي هو أن واحد يكون عنده إمكانيات قليلة لكن يعمل منها شيء كبير مصادر محدودة لكن يسوي منها عمل ناجح هذا هو الإبداع في رأيي واحد يفكر خارج الصندوق بطرق مختلفة يحاول أن ينجح المواد اللي عنده ويخرج بمعادلة ناجحة شكرا لكم على صدق شكرا And what is innovation after observation from the today? The conference is successful. It is by all means. It's a one person organized. Yet he didn't get all the support he's supposed to. But in terms of the innovation part of it, I think there was a lot of bright ideas in there. There's a lot of bright ideas in there. It needs a lot of lining, modeling to those ideas. But there was brave people that came up with concepts. They're very consistent concepts. And I think such things like what TED Arabia does, TEDx Arabia does, if it continues, you will have a wealth. Thank you.